بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة على قناتكم قناة في الكهرباء، وشكرا لكم على دعمكم المتواصل لهذه القناة. إذا نبدأ على بركة الله. درسنا لهذا اليوم هو طريقة إصلاح المصابيح الاقتصادية الموفرة للطاقة، مصابيح الليد، وهناك عدة أنواع من هذه المصابيح إخواني الكرام، وكل ما يلزمنا هو شاحن يتوفر على 3 فولت، وإن لم يكن لديك أخي الكريم شاحن يمكنك استعمال بطارية ذات 3 فولت أو 9 فولت على حد سواء، ويمكنك فحص هذه الليدات واحدة تلو الأخرى إلى أن تقوم بفحصها جميعها. إذا الذي يقط بين السالب والموجب، ونبدأ على بركة الله ونقوم بقياس هذه المصابيح الصغيرة. لاحظوا الأولى جيدة والثانية كذلك إلى أن ننتهي منها جميعا. نقوم بقياسها واحدة تلو الأخرى هكذا. يكون يعني اثنان من المشاكل إخواني الكرام في هذه المصابيح، إما عن أن الليد يتم إحراقه وتكون هناك نقطة سوداء في الليد، أو يتم يعني إتلاف البوردة الداخلية إخواني الكرام، وهي التي سنقوم باستبدالها في هذا المصباح، لأن جميع هذه الليدات قمت بفحصها من قبل، ولكن لأريكم الطريقة لا بأس أن أعيد الكرة. إذا لاحظوا لدي السالب والموجب، سأقوم باقتلاعها إخواني الكرام ثم أعود الاتصال معكم. إذا هذه هي البوردة أو الدارة الإلكترونية التي سأقوم بتغييرها، بما أن هذا المصباح لدي تم إحراق الليدات، سأقوم باستبداله وأقوم بتوفير هذه البوردة بدون إلقاء هذا المصباح لمجرد أن البوردة لا تعمل. إذا لاحظوا تم اقتلاعها من مكانها. كذلك سأقوم بإزالتها من الداخل. كيف ذلك؟ سأقوم ب يعني إزالة هذه الرؤوس التي تظهر أمامكم، وهي التي يتم لمسها بالأدوية من الداخل هكذا. قمت باقتلاع الأول، ثم سأقوم بإزالة الثاني. إذا الطريقة بسيطة إخواني الكرام بدون إلقاء هذا المصباح. إذا هذه هي البوردة التالفة، سنقوم بإزالتها جانبا وسنقوم باستبدالها بنفس البوردة، لأن غالبية الأحيان إخواني الكرام يكون لديك في البيت نفس المصابيح، ويتم فقط إتلاف، إما المشكل يكون من الليدات يتم إحراقها كما قلت في البداية، أو طريقة أو إحراق البوردة عفوا. إذا سأقوم بإدخالها بنفس الطريقة التي تم اقتلاعها. لاحظوا بعد ذلك سأقوم بقص هذه الأطراف حتى يتم إخفاؤها ولا يتم يعني لمسها مع بعضها البعض بهذه الطريقة. أتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم إخواني الكرام. إذا تم إرجاع الرؤوس كيفما كانت هكذا، تم تثبيتها بشكل جيد. سنقوم الآن بإدخال الليد في مكانه، دائما السالب مع السالب والموجب مع الموجب هكذا. إذا يظهر لنا عملية زائد وناقص. لاحظوا سأقوم بتوصيلها بأطراف من السلك. كيف ذلك؟ سأقوم بتلحيمهم في هذا المكان المخصص هكذا. إذا السالب بهذا الشريط الأبيض في الوسط هكذا. سأقوم الآن بإدخال في مكانه. إذا هذه هي الليدات التي تم فحصها في بداية الفيديو، وسأقوم بقطع هذه الأسلاك قليلا هكذا. قمت بتوجيبها ووصولها إلى مكانها. سأقوم الآن بتلحيمها في السالب مع السالب والموجب مع الموجب بهذه الطريقة. إذا تم العمل بكل بساطة إخواني الكرام. سنقوم الآن بقياس المصباح. سأقوم بأخذ هذه الأدوية مع هذا الفيش هكذا. إذا لاحظوا إخواني الكرام بكل مصداقية إخواني الكرام، العمل أمامكم والطريقة ناجحة 100%. إذا لاحظوا على بركة الله كل شيء يعمل إخواني الكرام، وبدون يعني الاستغناء عن المصباح لمجرد أنه تم إحراق الليد
فهناك البوردة تبقى صالحة إخواني الكرام والاستفادة منها مرة أخرى. أثناء سأقوم بخفض فلاشة الهاتف لتتمكن من رؤية الليدات بوضوح بأنها تعمل بشكل جيد، وسأقوم الآن بإغلاق المصباح والاستفادة منه في أرجاء المنزل. ولكم مني كل التقدير والاحترام، وكان هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.